آثار ذكر الآخرة. من آثار تذكر الآخرة التعامل الاجتماعي المنضبط، فالإنسان الذي يعلم أن كل حركة يترتب عليها أثر في البرزخ وفي القيامة يكون محتاطا في تصرفاته وأفعاله، فذكر الموت هو الذي يضبط الحياة للإنسان قولا وعملا. روي أنه مر أمير المؤمنين عليه السلام برجل وهو يتكلم بفضول الكلام، فقال له: يا هذا، إنك تملي على كاتبيك كتابا إلى ربك، فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. فكل ما يلفظ الإنسان من قول يسجل في ديوان أعماله، ويوم القيامة يفتح كتابه وإذا به يرى كل شاردة وواردة، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.